فسايل؟ أربع فسايل مليون جنيه ممكن. أنا شفت الفسايل كتير جدا فعلا. أه مش كده 2000 جنيه؟ أه مليون واحد 2000 جنيه؟ بس أنا ما ببيعش حاجة هناك. يعني كده أغلب النخل اللي زرعه بنفس المكان. وده ده كله ده ما كانش مزروع في نفس المكان. ده ما كانش مزروع. دي بس كانت أول واحدة. فاكر يا فندم فاكر ستة اللي خشيتي واحدة مسلمة. مازن بس مش مسلمة كده. طب وين تعال؟ مهندس عمرو سيد محمود، الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية. في إطار التحول الرقمي اللي بتشهده مصر الفترة الأخيرة يا فندم، وفي ظل التوسعات اللي بتشهدها الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في المساحات المنزرعة وخصوصا المساحات المنزرعة بالنخيل، كان ضروري يا فندم إننا نبدأ في تحويل قاعدة البيانات الخاصة بمشروع النخيل من مرحلة التدوين الورقي واللي كنا بنستخدم لها الكارت التقليدي اللي عليه البيانات الخاصة بالنخلة إلى مرحلة أو منظومة التسجيل الرقمي، ودي اللي موجود لها اللي بنستخدم لها الكارت الكيو آر كود، وده كارت طبعا كودي مبرمج بطريقة معينة عليه كل بيانات النخلة، كمان كل العمليات اللي بتتم على النخلة. ده بيبدأ من بداية زراعتها يا فندم لحد إن شاء الله ما توصل لمرحلة الإنتاجية. أساساً سيادتك يا فندم إن أنا أبدأ أعمل تجربة إزاي بنسحب البيانات من على الكارت. عشان نسحب البيانات يا فندم معانا جهاز بيكون مخصص مسلم لكل مهندس أو كل مشرف قطعة من القطع الزراعية اللي عندنا عشان يبدأ يتعامل مع الكارت. نبدأ نسحب البيانات يا فندم زي ما ظهر قدام سيادتك كده يا فندم، نوع النخلة، رقم النخلة، المكان الموجودة فيه النخلة، البيانات الخاصة بيها كلها زي كمان تاريخ الزراعة وبلد المنشأ الخاصة بالنخلة. موجود كمان تحت يا فندم العمليات اللي تمت على النخلة زي الري، زي كمان من تحت التسميد، زي كمان حصر الفسائل اللي موجودة أمام حضرتك يا فندم على النخلة. في كم فسيلة معلش يا محمد؟ تمام يا فندم. ممكن نبدأ نعمل عملية حصر الفسائل، يبدأ يظهر لي كل الفسائل اللي موجودة. نعمل حصر يا فندم للفسائل والرواكيب الموجودة. نختار الحقل الموجودة فيه. طبعا نختار شجرة محددة اللي هي احنا عايزينها. ونعمل سكان للنخل. بيظهر يا فندم هنا يا فندم امام سيادتك. قول لي العدد على طول يا محمد. تمام يا فندم، هو موجود هنا يا فندم على النخل. في الفسائل يا فندم اهي. فسائل بحصر الفسائل موجود يا فندم، عدد الفسائل 12 فسيلة حول النخل. 12 فسيلة ان شاء الله. طب انت ما اعرفش انت عامل حصر كل الفسائل الموجودة هنا ولا لا؟ كل الفسائل يا فندم اللي بتبدا تظهر عندي في فترة الحصر بيبدا يتعامل معاها المهندس المسؤول عن القطعة انه يحصر كل نخلة موجودة عنده. طيب انتوا بتاخدوا توفيق قرار في ان انتوا الفسائل دي تحتفظوا بيها هنا ولا تنقلوها بعد كده؟ انا طبعا بسيبها لحد ما توصل لعمر افتراضي، دلوقتي العمر لسه صغير، اما تكبر شويه قدامها كمان سنه او سنتين انا هنقل في مكان تاني. انا المشروع ده هيخلص، توشكا هتخلص، انا محتاج اعمل في مزارع اخرى الفرافره وعين دله وتوشكا، اللي هفيد بعد كده هبدا ابيع بره في السوق. يعني النخلة بتجيب ده اقتصادي. ما انا عارف ما انا عارف. يعني بتجيب تقريبا في المتوسط قد ايه؟ ممكن فن تجيب 10 توصل 10 10 10 وفي لا المتوسطات يعني المتوسط ممكن 10 15 10 15 10 15 والفسيلة تساوي كام؟ احنا بنبيع البارح ب 2000 جنيه البارح. اه بس يعني لان حاجتنا مؤكده يعني. اه طيب احنا كده يعني هو مصدر غير غير البلح كمان. اه يعني المليون و3 من 10 اللي انتوا مش مليون و3 من اللي انتوا عملتوه؟ ايوه يا فندم. تقريبا يبقى فيهم كام فسيله دلوقتي؟ هو طبعا في الصغيره خالص دي لسه شويه مش كده؟ فيها 3 فيها 4 لكن هي على مدى عمرها يا فندم بتجيب 10. على مدى عمرها بتجيب 10
لكن احنا مش يعني هنستغله في مزارع تانية بفلوس برضه، هنشتري من نفسنا. فاهم. انا فاهم حاجه تانية يا محمد عايز تقول؟ شكرا يا فندم. متشكرين متشكرين بالتوفيق.